السلام عليكم. دلوقتي الشقة ديت للإيجار، الشقة ديت غرفتين وصالة بالأساس. الموقع جميل جدا، بعد ما أصور الشقة هوريكم المبنى من بره وأوريكم الترماي وكل حاجة. هنا هي جنب المترو وجنب مول هستوريا مول وجنب محطة مترو أمنيات الفاتح، وجنب دقيقتين بالظبط لمحطة ترماي فندق زادة. شوفوا كده، افتح مع بعض البلكونه اهي، دي محطه ترامواي فندق زاده. على طول تطلعوا من الشارع ده تلاقوا قصادكم محطه ترامواي فندق زاده. هنا تطلعوا من الشارع هنا على طول على اليمين مول هستوريا مول. الشارع اللي على هنا جنبكم هنا فندق كبير اللي هو 5 نجوم. وميزة الشقة بسم الله ما شاء الله في الدور الأول. نكمل مع بعض. طبعا ديت اللي احنا شايفينها ديت الصالة، وفي مكيف وكل حاجة. الحمام الغرفة الأولى، زي ما احنا شايفين كده حديقة كبيرة من كل الحديقة الكبيرة. نخش دلوقتي على قبل الغرفة التانية، أنا أوريكم المطبخ. بص كده، يعني كل حاجة هنا نظيفة. الغرفة التانية دلوقتي شايفين بسم الله ما شاء الله، بص على حديقة كأنها جنة صغيرة، جنة الدنيا. وعلى فكرة في الصيف الورق الأشجار هيطلع، كل الشجر ده هيبقى ورق أشجار أخضر، هتلاقوا صوت العصافير. العصافير هنا بتقزقز جنبيكم. على فكرة حتى البنايات هنا اللي في الدور الأول والتاني زي علو الشجر كله، مش هيبقى يعني مفيش حد هتغطي البنايات مع الأشجار وكده، هتغطيها فإيه البنايات لغاية الدورين التاني والتالت العلو ده مفيش حد من السكان هيبص عليكم. فدي الميزة، خصوصية كبيرة جدا. حتى أساسا بصوا كده، خليكم كده معايا هنا، كده كده غرفة النوم هنا أهو، وحتى السكان كل الناحية التانية مش هيعرفوا يبصوا عليكم ليه، عشان الشجر هيغطيها في وقت الصيف. السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقة ديت تعتبر فرصة كبيرة جدا، تعرفوا ليه؟ بسم الله ما شاء الله في الدور الأول، يعني انتوا مش محتاجين تطلعوا ولا الدور التاني ولا التالت ولا تتعبوا نفسكوا خالص، ولا محتاجين أسانسير. الشقة ديت كبيرة وحلوة وفيها مكيف وفيها أساس. يوجو استنى جريك. الشقة مكانها فين يا جماعة؟ في الفاتح على أميني محطة ترامواي فندق زادة، على شمالي مول هستوريا مول وحديقة، وقريبين لجامع السلطان محمد الفاتح، وجنبيكم محطة المترو أمنيات الفاتح كمان. السعر بقى الإيجار بتاعها كام؟ لطفا بناقرك الإيجار هنا كام يا جماعة؟ الإيجار المالك قال 18,000 ليرة لأنها بالأثاث، لكن المالك قال لو جت عيلة كويسة، عيلة محترمة طيبة، ممكن يقلل من الإيجار بدل 18,000 ليرة، ممكن يعملوا ل17,000 ليرة، أو حتى ممكن ينزلوا ل16,000 ليرة كمان. بس شكرا. ودلوقتي أنا هخرج من البناء وأوريكم البناء من برا.
أشوفكم قريبا إن شاء الله في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا، مع السلامة. البناء اهو، الشقة اللي في الدور الأول يا جماعة، وزي ما احنا شايفين قريب من الفندق اللي هو 5 نجوم. الشارع اهو جنبيكو، تحتيكو صيدليات، سوبر ماركتات، وكلها فنادق هنا جنبيكو. فما شاء الله تعتبر فرصة كبيرة جدا، ومكان هادي وراقي قوي. وحتى تقدر لو عندك عربية في المستقبل تركن عربيتك قدام البناء. ده الشارع بتاع الشقة، ودي محطة الترامواي، فندق زادة. يعني دقيقتين بس يا جماعة من محطة ترامواي فندق زادة، وجنبيكوا طبعا هنا حدائق وفيها ألعاب وكرة قدم وكل حاجة، وتنس طاولة وتنس وكل حاجة.